كديرك حدود قال كديرك حدود اوزع مدى لها ار. الخطوه الثانيه المعاليات لا توجد. الخطوه الثالثه نقاط التقاطع عندما اكس تساوي صفر يؤدي الى اف للصفر يساوي 4، وعندما واي تساوي صفر يؤدي الى اكس تكعيب ناقص 3 اكس تربيع زائد 4 يساوي صفر. سؤال بالتاكيد لا يحل بالتجربه. هذا شو قد احله بالتجربه؟ ممكن افكر احله بالتجربه لو كانت اكس تربيع ناقص 3 اكس فيها مجال، لكن هنا تكعيب التربيع اذا لا يمكن ان يحل بالتجربه. اذا ايش نوع من الاسئله ممكن تحل بالتجزئه؟ التجزئه هنا شنو؟ اذا عندي اكس تكعيب وعندي هذا زائد 4 يساوي صفر، هذه السالب 3 اكس تربيع اريد اسويها مجموع عدديا بحيث ويا الاربعه اكو عامل مشترك ويا الاكس تكعيب اكو عامل مشترك. اذا هذه السالب 3 اكس تربيع اقدر اسويها زائد اكس تربيع ناقص 4 اكس تربيع. هذه السالب 3 اكس تربيع اريد اسويها مجموع عدديا او مجموع حديا ويا الاربعه اكو عامل مشترك ويا الاكس تكعيب اكو عامل مشترك. اذا سويته اكس تربيع ناقص 4 اكس تربيع. هسه ايش راح يصير عندي هنا؟ بين الاول والثاني اكو عامل مشترك اللي هو اكس تربيع اللي هو اكس زائد 1. بين الثالث والرابع اكو سالب 4 عامل مشترك راح يصير اكس تربيع ناقص 1 يساوي صفر. هذا شلون ينحل؟ فرق بين مربعين. اذا راح يصير اكس تربيع اكس زائد 1 ناقص 4 اكس ناقص 1 اكس زائد 1 يساوي صفر. راح اعتبر هذا كل حد اول وراح اعتبر هذا كل حد ثاني. من العامل المشترك الموجود بيناتهم؟ اكس زائد 1. هسه راح اجي اسحب اكس زائد 1 عامل مشترك، هنا بالاول راح يبقى اكس تربيع. وهنا بالثاني سالب 4 في اكس ناقص 1 هذا يساوي صفر. اذا السالب 4 راح تدخل على القوس. ايش راح يصير عندي هسه؟ اكس زائد 1 واكس تربيع ناقص 4 اكس زائد 4 يساوي صفر. بيش نحل هذا؟ هذا مربع كامل. تجربة أو مربع كامل؟ إذا راح يصير عندي اكس زائد 1 واكس ناقص 2 تربيع يساوي صفر. إذا أما اكس تساوي سالب 1 أو اكس تساوي 2، إذا صارت عندي نقاط التقاطع. من الاكس تساوي صفر الواي مالتها 4 وبعد ومن الواي تساوي صفر الاكس طلعت اما سالب 1 او 2. اذا هذه صار عندي نقاط التقاطع، اذا تمثل 3 نقاط اللي هي 0 4 سالب 1 0 2 0. لكن الغريب اللي بالمنهج تبعنا، الغريب اللي موجود عندي بالمنهج، هذا مثال موجود بالمنهج، من الاكس تساوي صفر الواي تساوي 4، من الواي تساوي صفر هذا كله محاسبه. اذا هنا وزاريا هذه الخطوات منا الى نهايه الحل بالنسبه لهذا يعتبر غير مطلوب منك وزاريا مستحب. اذا هنا نقاط التقاطع هسه هنا راح نجي نتعلم طريقه نرسم فيها دون حساب نقاط التقاطع او كل نقاط التقاطع. لكن اذا تعرف تحسب نقاط التقاطع بهالصوره هذه بعد احسن. ليش؟ لان الطرق المعتمده في حساب نقاط التقاطع بالكتاب هي الطرق التقليديه، يعني عامل مشترك، فرق بين مربعين، فرق بين مكعبين، تجربه، اذا الطرق التقليديه، يعني طريقه التجزئه ما موجوده عندي. لكن اذا تستخدمها هذا راح تعينك بالرسم، اذا الخطوات منا الى هنا راح تكون بناء
المستحقات بالنسبة للأرشدة الوزارية. نعم. هسه هنا هذه راح أجي أحلمك رسم بدون ذني شلون أرسم. وإذا ثبتت النقاط راح يكون الرسم أكثر دقة. إذا خطوات الحل لحد الآن، الخطوة الأولى أوسع مجال هو لأنها كثيرة الحدود، ولأنها كثيرة الحدود لا توجد محاذيات. نقاط التقاطع مرة الإكس يساوي صفر أحسب الواي، ومرة الواي يساوي صفر أحسب الإكس. بعد الخطوة الرابعة هي التناظر. تناظر شو أسوي؟ شرط التناظر أول ما أبدي F of سالب X. شرط التناظر أبدي F of سالب X راح أجي أعوض مكان كل X سالب X. إذا نتجت دالة نفسها الدالة الأصلية أقول المنحني متناظر حول محور الصادر. إذا نتجت نفس الدالة الأصلية وبعكس الإشارة أقول المنحني متناظر حول نقطة الأصل، وإذا لا هذه ولا هذه أقول لا يوجد تناظر. أخذنا ملاحظة سريعة لكن أنصحك تستخدمها للتحقيق. إذا كانت الدالة كثيرة الحدود وكانت جميع أسس الدالة زوجية فإن المنحني متناظر حول محور الصادر. إذا كانت جميع أسس الدالة فردية أقول المنحني متناظر حول نقطة الأصل، وإذا كانت بأسس مختلطة فلا يوجد تناظر. إذا جا شوف قدامك، إذا هنا أسس مختلطة إذن المفروض لا يوجد تناظر، علما أن العدد الثابت يحسب على الأسس الزوجية. يعني هذا الأربعة شنو معناه؟ معناه أربعة إكس الصفر حتى لو كان ثلاثة يحسب على الأسس الزوجية، معناه ثلاثة إكس الصفر. إذا خلي أختبر التناظر، راح يصير عندي هنا اف اوف سالب اكس تساوي سالب اكس تكعي بعد ناقص 3 في سالب اكس تربيع زائد 4. اذا رفعت السالب الى قوه فرديه فالجواب هو سالب، اذا رفعت السالب الى قوه زوجيه فالجواب هو موجب. اذا هذا ايش راح يصير عندي؟ ويساوي سالب اكس تكعي ناقص 3 اكس تربيع زائد 4. نفس الأصلية؟ مو نفس الأصلية. لو كانت نفس الأصلية رأسا أقفل هذا الشرط أقول المنحني متناظر حول محور الصادات. إذا ما طلعت نفس الأصلية شو أسوي هنا؟ أسحب سالب عامل مشترك. أسحب سالب عامل مشترك، راح يصير عندي هنا اكس تكعيب زائد 3 اكس تربيع ناقص 4 ما عدا السالب. اذا كانت نفس الاصليه اقول المنحني متناظر حول نقطه الاصل. هسه هذا نفسه؟ مو نفسه. اذا هنا لا الشرط الاول تحقق ولا الشرط الثاني تحقق. اذا هنا راح اقول لا يوجد، اذا هنا لا يوجد تناظر. هسه هنا صار عندك من 10 اربع درجات. دائماً دني الخطوات الأربعة الأولى كل خطوة عليها درجة، والخطوة الخامسة اللي هي تمثل النهايات عليها أربع درجات من 10. راح أسوي هسه راح أشتق المشتقة الأولى الفتحة للإكس تساوي شنو المشتقة الأولى؟ 3 إكس تربيع ناقص 6 إكس ومن ثم مساواة عام الصفر. إذا هنا يؤدي إلى 3 إكس تربيع ناقص 6 إكس تساوي صفر. أسحب عامل مشترك 3 إكس، إكس ناقص 2 يساوي صفر. إذا أما إكس تساوي صفر أو إكس تساوي 2. هسه هنا استخرجت الإكس صفر و2، أعوض كل قيمة إكس بمن؟ بالمعادلة الأصلية حتى أستخرج قيمة واي. إذن راح أقول F للصفر تساوي هذا راح يصير عندي 4، ومن أعوض الاثنين إذن F للاثنين تساوي 8 ناقص 12 زائد 4 ويساوي صفر. إذن منو عندي النقاط الحرجة؟
إذن صارت الصفر 4 والاثنين صفر، هذه لحد الآن نقاط حرجة. الخطوة اللي بعدها هي رسم خط الأعداد وتثبيت قيم X فقط عليه. هذا القسم اسمه X أكبر من 2، هذا القسم اسمه الفترة المفتوحة 0-2، هذا القسم اسمه X أصغر من 0، وهنا راح أكتب إشارة الفتحة للX. الملاحظة تقول نأخذ عدد من كل قسم ثم نعوضه بالمشتقة الأولى ونختار من الناتج إشارته فقط. هسه هنا بنأخذ عدد أكبر من 2 اللي هو 3، أعوضه بالمشتقة الأولى 9 في 3 27 ناقص 18، إذا الإشارة موجبة. من أجي أختار الواحد بين الصفر والاثنين، 3 ناقص 6 الإشارة سالبة. من اختار السالب واحد، سالب واحد تربيع واحد في ثلاثة ثلاثة، سالب ستة في سالب واحد موجب ستة ويا ثلاثة راح تصير 9، إشارة موجبة. إذا السهم أعلى أسفل أعلى، السهم الأعلى هذه راح تكون متزايدة والسهم الأسفل راح تكون متناقصة. بعد الخطوة اللي بعدها بيان نوع النقطة الحرجة، إذا 0-4 وعندي 2-0، قيمة X هنا 0، من أجي أطاول على 0 على خط الأعداد أعلى أسفل، إذا هذه معناها عظمى محلية. من أطاول على 2 اللي قيمة X فقط، هذه هي 2 أسفل أعلى، إذا هذه معناها صغرى محلية. إذن عندي 4 درجات على خطوة النهايات، صار عندي درجتين من عدد، درجتين على المشتقة الأولى ومن ثم درجتين على المشتقة الثانية. هسه مباشرة راح أنتقل إلى المشتقة الثانية، أفتح 2 للإكس تساوي شنو المشتقة الثانية؟ راح أصير 6 إكس ناقص 6 ثم مساواتها بالصفر، 6 x ناقص 6 تساوي 0، إذا معناها ال x يساوي 1. بمن أعوضها؟ أعوضها بالمعادلة الأصلية يؤدي إلى f للواحد يساوي، راح أعوض بالأصلية 1 ناقص 3 زائد 4 ويساوي 2. إذا صارت النقطة 1-2 هذه شو أسميها؟ نقطة انقلاب مرشحة، النقطة الناتجة من المشتقة الأولى تسمى نقاط حرجة، والنقطة الناتجة من المشتقة الثانية إذا هذه تسمى نقطة انقلاب مرشحة. هسه رسم خط الأعداد الأفقي وتثبيت قيم X فقط عليه اللي هو الواحد، X أكبر من 1، X أصغر من 1، إذا هنا إشارة فتح قيم للإكس. اعطيني عدد أكبر من 1 اللي هو 2، راح أجي أعوض المشتقة الثانية 12 ناقص 6 موجب، إذا هنا إشارة موجبة أي أنه تحقق. اعطيني عدد أقل من 1 0، من أجي أعوض المشتقة الثانية الإشارة سالبة أي أنه تحدث، إذا هنا راح أقول معدبة وهنا مقحرة، إذا النقطة 1-2 هاي تمثل نقطة انقلاب. صار عندي لحد الآن 8/10، بقت درجتين على الرسم. شوية ركز بداية على هذا الدرجتين، راح أجي أرسم المحورين الإعداديين، كل النقاط اللي حصلتها من الخطوات السابقة أثبتها على المحورين. ايش عندي نقاط؟ عندي 0-4 اللي هي تقاطع، إذا هذه النقطة 0-4 تقاطع، وعندي سالب 1-0 هي تقاطع، إذا السالب 1-0 هنا، سالب 1-0 تقاطع، وعندي 2-0 أيضا تقاطع، هذه تمثل 2-0 تقاطع. انتهينا منها. الحرجة عندي 0-4 اللي هي تقاطع وحرجة في نفس الوقت، وعندي 2-0 اللي هي تقاطع وحرجة.
الصفر 4 عظمى والاثنين صفر صغرى. بعد ايش عندي؟ عندي نقطة انقلاب 1 2، إذا هذا الواحد وهذا الاثنين، إذا لسه هذه نقطة الانقلاب 1 2. عندي 4 نقاط، هذه السالب 1 لو ما قادر أحسبها، بس هنا راح أتجاهلها مؤقتا. ورا ما أثبت كل النقاط اللي حصلت عليها، يفضل استخدام الطريقة العلمية اللي هو رسم خط الأعداد الأول ورسم خط الأعداد الثاني. هذه الطريقة راح أحكيها هسه، ما موجودة بالكتاب. بالكتاب خطوات الحل مو كان 6 يقول 7، النقطة 7 يقول اختر نقاط إضافية، تختار اكس من عندك كيفك، تعوضها بالأصلية، تطلع واي وبعدين تجي توصل بيناتهم. هسه الطريقة الأخرى، أعيد رسم خط الأعداد الأول. شوفوا في خط الأعداد الأول في الصفر والاثنين، والإشارات هنا الإشارة موجبة وهنا الإشارة سالبة وهنا الإشارة موجبة. هذا خط الأعداد الأول، عدت رسمه بدون أسهم. خط الأعداد الثاني شكوا فيه، في الواحد، الواحد صاير بين الصفر والاثنين، هذا هو الواحد. الإشارات إيش عندي؟ على اليمين موجبة وعلى اليسار سالبة. شوف شو تقول هذه الطريقة، راح اطوع الخطين سوا، كل عدد موجود بالخط الاول او الثاني راح اقيم عمود يقطع الخطين. يعني شو راح اسوي هنا؟ عمود بالصفر وعمود بالواحد وعمود بالاثنين، كم عمودة؟ صارت 3 عمودة، صارت 3 عمودة عندي. هسه راح اجي اسوي الاسهم، هذا سهم الى الاعلى، هذا سهم الى الاسفل، هذا سهم الى الاسفل وهذا سهم الى الاعلى. هسه هنا الخط الثاني، هذا تحجر وهذا تحجر وهذا تقعر وهذا تقعر. اذا نشوف الاسهم الموجوده هي تختلف عن الاسهم الاصليه، التحجر والتقعر يختلف عن الاصلي. ليش؟ لان سويته ورا ما اقمت اعمده. شو تقول الملاحظه هسه؟ عندي 3 أعداد مختلفة، أبحث عن أقصى اليسار. من هو أقصى اليسار؟ عندك 2 و1 و0، من هو أقصى اليسار؟ هو الصفر. 2 و1 و0 مو أقصى اليسار بالرسم، أقصى اليسار بالنسبة للخطين، أقصى اليسار هو الصفر. أبحث عن النقطة الإكس مالتها صفر، هي هذه النقطة. شوف عندي 2 و1 و0، من اقصى اليسار هو الصفر، ابحث عن النقطه الاكس مالتها صفر، هي هنا النقطه. هسه راح اجي اتحرك باتجاه اليسار، اتحرك باتجاه اليسار، راح اختار لي نقطتين وهميه، واحده اعلى واحده اسفل. اتحرك باتجاه اليسار، نقطتين وهميه، واحده اعلى واحده اسفل، مو من الصفر، دير بالك، من جهه اليسار واحده اعلى واحده اسفل. اذا كانت من الاعلى راح انزل للنقطه، واذا كانت من الاسفل راح اصعد للنقطه. من راح ياشر لي هنا؟ اول سهم ايش ياشر عندي؟ يقول صعود ومحدب. اذا منا الى هنا الداله ايش فيها؟ متزايده ومحدبة. إذا راح تكون هالصورة هذه متزايدة ومحدبة. إذا عندي نقطة تقاطع معلومة ضمن هذا المجال لازم أمر بها، وإذا ما قدرت تحسب السالب 1 0 فأنت راح تيجي ترسم مستقيم أو منحنى بالصورة هذه. إذا كانت معلومة شلون راح يكون؟ راح تكون متزايدة ومحدبة، توقفت بالصفر ومريت بالسالب 1 0. لو كانت السالب 1 0 مو معلومة، فراح يصير نفس الرسم، بالصفر توقفت، ورا ما عبر الصفر، راح يصير هنا، راح تنزل الدالة وتبقى على تحجبها لمن؟ إلى الواحد، إذا منا إلى هنا راح تنزل وتبقى على تحجبها، ورا ما عبرت الواحد، راح تستمر بالنزول وتتحول إلى مقعرة لمن؟ الى الثنيه.
إذن تستمر في النزول تتحول إلى مقعرة إلى الدنيا، ومن أعبر الدنيا راح تصعد لفوق وتبقى مقعرة إلى نهر